تعالوا مع بعض نكمل سفر نحمية والإصحاح الرابع من بدايته. كان الإصحاح اسمه بداية الإيه؟ بداية المقاومة. دي البداية. لما تفكر إنك تبني حياتك الشخصية، لما تفكر تبني ربنا في حياتك، هتلاقي فيه مقاومة. هو صدق ان الدنيا بالنسبة لك هتلاقيها حلوة ومزارة، لا، هتلاقي ابليس يحاول قدر الامكان انه هو يوقفها، فيبتدي يعمل معاك عملية استهزاء. اول حاجة يعملها معاك الاستهزاء ويستهزأ معاك بخمس حاجات. ويجي واحد زي توبيا العموني، ودوت من بني عمون، ودول من الناس اللي هم من نسل لوط، وكان من أعداء الشعب بتاع أورشليم. عمون ومؤاب دول من كانوا من الأعداء بتوع شعب أورشليم اللي هم اليهود، وعشان كده تبص تلاقيهم كانوا بيحاولوا يوقفوا الدنيا. فانضم طوبيا دوت لسنبلط. سنبلط دوت ده كان والي على السامرة، كان معينه الملك الفارسي في الوقت ده والي على مدينة السامرة. وخدوا بالكم انه كمان السامرة كانت برضه ما بتحبش بتوع أورشليم، في عداوة ما بينهم هما الاثنين. يبقى انضم مع سنبلط من طوبيا العبد العموني، هو كان عبد للملك وفي نفس الوقت كان ماسك بني عمون، رئيس على بني عمون. فالراجل الاثنين دول انضموا مع بعض، قالوا نوقف الدنيا بالاستهزاء. فكمان طلع طوبيا وقال لو طلع ثعلب فوق البيت السلطة هيروح موقعه، بيحاول يستهزأ بيهم هو كمان. لكن بعد كده ابتدى نحمية يسمع الكلام ده يتفاعل مع الموقف وما سكتش نحمية. عمل ايه نحمية؟ ابتدى يقدم صلاة وقال له بص بقى يا رب، يعني اللي انت شايفهم دول قاعدين يعيرونا، رد التعيير عليهم. هو مش بيدعي عليهم او كلفهم، انما كان بيتنبأ على اللي هيحصل ليهم، زي ما قال الاب امبروسياستر. لما لقاهم بيكملوا السور ابتدى يبقى في تحالف اكتر للبناء. لما انت لا تعير اي اهتمام لابليس عندما يتقدم ويحاربك وتبتدي تستمر وتديله الودن زي ما بنقول الطرشه، يبتدي يقول لك لا انت هتلعب معايا، طب انا العب معاك، طب اعمل ايه؟ اشدد الحرب عليك. يعمل ايه معاك في تشديد الحرب؟ يروح مجمع اكتر عدد ممكن عليك. مش بس سنبلط وطوبيا، لكن كمان جاب مين؟ العرب. ومش العرب بس، لا، العمونيين والاشدوديين، كل اللي بيكرهوا اليهود جمعهم. يبقى تقصروا عليه، والاتحاد قوة، لكن الذي معنا اقصر الذي معه. انتصر داود عليهم. ليه؟ لاني يقول كده في عدد 9 فصلينا الى الهنا واقمنا حراسا ضدهم نهارا وليلا بسببهم. الكلاب تعوي والقافله تسير. ابليس بيعوي، هو كل اللي عليه انه يعوي بس، لكن يقدر ينهشك؟ لا، هو بيعوي بيخوفك، مش عايزك تتقدم، مش عايزك تتحرك. يستخدم وسائل كثيرة لإيقافك، هو مش عايزك تفضل زي ما أنت. طيب ألعب بطريقة جديدة. أصل حيل إبليس متجددة،
حيل ابليس متجدده، ما بيفضلش ثابت على حاجه واحده، هو بيلعب معاك بكل الطرق على اساس ان هو اللي ما العياره اللي ما يصيبش يدوش، هو عايز يدوشك يعمل ايه؟ يشن حرب داخليه. اخطر حاجه مش الحرب الخارجيه، دايما يقول الحرب الداخليه هي اصعب بكتير من الحرب الخارجيه. الحرب الخارجيه انا كفيل بيها، اما الداخليه فدي تعمل عمليه افشال وتحطيم في الداخل، فكل ما تبنيه ممكن يقع في ايه؟ في لحظه، لو كانت الحرب داخليه. وقال يهوذا، ده واحد من شعب بني اسرائيل اللي بيبنوا، الحرب جت من هنا، قد ضعفت قوه الحمالين، يعني الناس اللي بيشيلوا التراب ضعفوا، والتراب كتير واحنا ما بقناش قادرين، ونحن لا نقدر. عمليه تفشيليه الحرب الداخليه، انت مش هتقدر. سد ودانك من فضلك، سد ودانك كويس قوي لما يقول لك انت مش هتقدر، انت مش هتقدر تقف على رجلك، انت مش هتقدر تكمل، لا سد ودانك. نحميا كان عارف ان ابليس بيحاول بقدر الامكان، ان مش عايز المدينه تقف على حيلها، عايز المدينه تفضل مهدومه، ده يهمه كده. فانت كمان لو بتبني حياتك الشخصيه فكر كويس قوي، ان ابليس لو قال لك انت مش هتقدر لا تعيره اي اهتمام. لو قلت لنفسك انا مش هقدر هيبقى مش هتقدر، اللي انت هتحطه في الخلاط هيطلع لك، لو حطيت عصير مانجا مش هيطلع لك عصير تفاح، لو حطيت مانجايه في قلب الخلاط عمرها ما تطلع لك عصير تفاح، اللي انت هتحطه في دماغك هو ده هيطلع لك، انت مش قادر يبقى انا مش قادر. كل ما تقول لنفسك انا هقدر، انا هقدر اواصل، انا هقدر اكمل، هتكمل. فابليس عايز كده، ابليس عايزك تفضل في مطرحك، وتجيلك الحرب الداخليه من داخل البيت، من داخل الاسره، وتبتدي الحرب. ابليس وسائله ايه؟ كتير. لا ده كمان سمعوا ان الاعداء بيقولوا لا يعلمون ولا يرون حتى ندخل الى ايه؟ وسطهم ونقتلهم وموقف العمل ده. مين كل ده اللي قاله؟ يهوذا. ولما جاء اليهود الساكنون بجانبهم قالوا لنا 10 مرات من جميع الاماكن اللي في منها رجعوا ايه؟ الينا. يعني احنا سمعنا الكلام ده اكثر من كم مره؟ من 10 مرات، ان اليهود ان الجماعه بتوع صنبله والطوبيا العبد العموني والعرب والاشجوليين كلهم جايين، والكلام ده اتكرر كتير. تعمل انت ايه اول ما تسمع كده؟ هتخاف، هتفرح. فكان لابد ان نحمية يدخل بقى في الموضوع. لما يلاقي واحد من الداخل هو اللي بيصير عملية الاحباط للشعب، لابد ان يتدخل. مين ده؟ القائد، ده اللي راجع ومثقل ان هو يبني المدينة، لابد انه يتدخل. يقول فاوقفت الشعب اسفل الموضع وراء السور وعلى القمم، اوقفتهم حسب عشائرهم. خدوا بالكم من اسفل ومن وراء، من اسفل الموضع ووراء ايه؟ السور. وكمان فين؟ وفوق على السور. لما سمعت كده اللي هم جايين، طب استنى نقف النهارده عن الجولة حبة، نوقف ناس ايه؟ ورا، وناس ايه؟ قدام، وناس من ايه؟ من فوق.
يعني عاوز يقول ان احنا سدين كل الثغرات اللي ممكن منها ابليس يدخل لينا. واوقفتهم حسب عشائرهم بالسيوف ومورنعهم وقصيهم ونظرت وقلت ايه؟ وقمت وقلت للعظماء والولاة ولبقية الشعب لا تخافوه بل اذكروا السيد العظيم المرهوب وحاربوا من اجل اخوتكم وبنيكم وبناتكم ونسائكم وبيوتكم. نحميا هنا عرف قد ايه ان الشعب ممكن ينخ في الفترة دي. ليه؟ لان هنا العدو استخدم اسلوب ممكن يوقف. ايه هو الاسلوب ده؟ اسلوب الخوف، يخوفك. اكتر حاجه تفشل الانسان هو الخوف. اكتر حاجه تخليك تقعد تنشغل عن الله هو الخوف، يخليك في عالم تاني، تقعد تفكر ايه الاحداث اللي ممكن تيجي وايه الاحداث اللي ممكن تضرب. كل ده بسبب الايه؟ الخوف. ممكن ناس عندها مشاكل كتير ونتيجة المشاكل دي عايشة في الخوف، عايشة في الخوف. ده أسلوب حرب. أخوفك فتنشغل بالكلام اللي اتقالك وما تتقدمش. إيه ده؟ ما هو ده أسلوب حرب. إبليس عايز كده. عشان كده عاوز أقول لك كده، عندما تواجه مشاكل في حياتك انت الشخصيه وتخلق فيك الخوف، تذكر عظمه الله. تذكر ايه؟ عظمه الله الذي معك والقوه بتاعته العجيبه اللي هينقذك. تذكر قوه الله. اوعى تفكر في الخوف. حاجتين ما يتفقوش مع بعض، الخوف والايمان. الذي يؤمن لا يخاف. لكن لو جالك الخوف كأسلوب حرب عليك، اوعى تستسلم للخوف. ما تخافش. ليه؟ لأن إيد الله اللي شايلاك هتكمل معاك. إيد الله اللي شايلاك هتكمل معاك. خطة لمواجهة الخوف. لو واجهك الخوف تعمل ايه؟ تعالوا بص للكلمات اللي قالها نحمية للشعب ونعرف منها قد ايه لو كان الخوف اتصرف ازاي. ولما سمع اعداؤنا اننا قد عرفنا وابطل الله مشورتهم، رجعنا كلنا الى السور، كل واحد الى شغله. اول حاجه العدو عرف ان احنا عرفنا ان هم ابتدوا يخوفونا، فلما لقونا ما تراجعناش هم كمان حصل لهم ايه؟ اتراجعوا هم كمان. وكمان احنا كمان ابتدينا نسيب الاماكن بتاعتنا اللي على السور من فوق ومن ورا، وابتدينا نكمل الايه؟ نكمل المباني. ومن ذلك اليوم كان نصف غلمان يشتغلون في العمل. نصف الغلمان بيشتغلوا في الايه؟ في العمل. ونصفهم يعملوا ايه؟ يمسكون الرماح والاطراس والقصي والدروع. والرؤساء وراء كل بيت يهوذا. اعمل ايه مواجهه الخوف؟ لو جالي الخوف اعمل ايه؟ لو جالك الخوف من فضلك احمل رمحك. نمره واحد. نمره اتنين، لو جالك الخوف احمل ترسك. ثلاثه، لو جالك الخوف احمل قصيه.
لو جالك الخوف احمل درعك. اول حاجه لو جالك الخوف تعمل ايه؟ مهم قوي انك انت تشيل الرمح بتاعك. الرمح عباره عن ساق ليها سن في البدايه مدببه بتستخدم للطعن العدو. يبقى زي السهام بس مختلف عن السهام. السهام هي القصي اللي بتتحط في النبله. فاحمل ربحك. مهم قوي ان انا احمل اداه احارب بها العدو. والرماح هي كلمه الله اللي بانت قوي في متى 4 عندما تقابل مين؟ الشيطان مع السيد المسيح. وكان بيتكلم معاه ويوجه ليه السهم. كان يقول له مكتوب. وكل مره يوجه سهم ابليس كان يسوع يوجه السهم على ابليس يقول له ايه؟ مكتوب. فالسهم بتاعك هنا هو كلمات الكتاب. كلمات الكتاب اللي كتير احنا ناسينها، اللي كتير احنا مش عارفينها. ودي حاجة مؤسفة مؤسفة صدقوني. اخواتنا الغير أرثوذكس بيعلموا عيالهم ان يحفظ الآية بالشاهد ويعرف هي فين. احنا يا دوبك نعرف الايه؟ الايه وخلاص. وممكن نعرف نصها والنص الثاني ما نكملوش. طب دي موجوده فين؟ مش عارف. ممكن تكون في العقد القديم، ممكن تكون في العقد. هقول لكم حاجه يعني الواحد يتاسف فيها. كنت مره بتكلم في اجتماع خدام في احد الكنائس وانا بتكلم بقول لهم انا هستخدم معاكم مقطع صغير من سفر ملاخي. كان في واحده كانت قاعده بتكلم زميلتي، انا سمعتها لاني كنت يعني مش بعيد قوي. هو في حاجه اسمها سفر ملاخي؟ للاسف الشديد. فانا ده يدل عن ايه؟ يدل ان انا مش بفتح كتابي، مش عارفه. في حين ان العيال الصغيرين يحفظوا الايه بالايه؟ بالشاهد. كان في واحد في اجتماع درس الكتاب المقدس هنا كان جاي من اسيوط، كان زميل الله يرحمه اسمه ايه اللي توفى هنا الفراش؟ شكري. الكلام دوت كان الاجتماع ده كان بيتعمل في المبنى فوق. ده كان يسمع انجيل متى 5 و6 و7 كله بموعظة على الجبل. كان يسمعها غيابي كده، غيابي. بيحفظوه. احنا مش عاوز اقول ما نحفظش، لكن على الاقل نعمل ايه؟ نعرف، نقرا، نفتح كتابنا، عشان ابليس لما يجي يحاربنا احاربه بالمكتوب. فاحمل رمحك، احمل السلاح. فالرمح هنا هو سلاح، والقصية هنا برضه سلاح. عندك هنا سلاحين وعندك حماية. السلاحين هما الرماح والايه؟ والقصية. القصية دي عبارة عن النبلة اللي بيحطوا فيها السهم ويصوبوا ناحية الأعداء. كلمة الله. احفظ المكتوب. احفظ المكتوب. احمل ترسك. احمل ترسك. الترس هو عبارة عن قطعة دائرية مبطنة بالجلود وبها قطعة من الخلف الجلد يحط ايده فيها ويمسكها
علشان اي سهم موجه ليه يعمل ايه؟ يصد السهام. انت محتاج لغطاء يحميك، غطاء يحميك. ايه الغطاء اللي يحميك؟ التواجد في الحضره الالهيه باستمرار يحميك، ان يكون لك مخدع باستمرار يحميك، ان يكون وقتك كله انت محصور في اتجاه. ايه هو اتجاه الله؟ تفكر فيه باستمرار، تفضل محمي. اي ابليس يجي جنبيك انت محمي. انت محمي ليه؟ لانك انت بتذكر كلمه الله. لان عندما يقول احد القديسين الهموا قلوبكم بذكر الرب فتخف قتالات الاعداء عنكم. كل ما تكون في الحضره الالهيه باستمرار تتكلم معاه ابليس يجي يقرب ليك. انت خدت في الحضره الالهيه، انا هجيله ازاي؟ لا اساسيه دلوقتي. واحده ست ضحكت عليها زي جارتها لانها كانت خارج الدايره بتاعه المسيحيه، قالت لها يا ست هو انا كل ما اجي جوزك مش موجود، هو جوزك بيروح فين؟ قالت لها اصل هو متكلم في كنايس كتير، فكل شويه بيروح الكنيسه دي ويتكلم، وكل شويه بيروح الكنيسه دي ويتكلم. قالت لها يا خيبتك، ده تلاقيه يعرف واحده عليكي، يعرف واحدة عليكي وقعد معاها ولا سائل فيكي يا غلبانة. وكانت الست كل مرة تيجي وتحط في ودنها ايه؟ الكلام ده. والكلام كل ما يتكرر مرة واثنين وثلاثة يعني العيار اللي ما يصيبش. لا لما يكون بزيادة مش يدوش بقى، لا يستقر الكلام كويس. أصدق. قالت لها طب يا أعمل إيه يا أختي؟ قالت لها وأنا هقول لك تعملي إيه؟ تعالي بقى وأنا هقول لك تعملي إيه؟ قالت لها ده في واحد يعرف كل حاجة، أخدك عنده ده مبروك هيقول لك كل حاجة. وخدت الست وراحت معاها للأسف الشديد وراحت رايحة للراجل. والراجل قال لها ايوه يا ست. قالت له انا بشك ان جوزي يكون في عند حد من الستات ويعرف واحده ثانيه. لا طب استني بقى هقعد واشوف لك الدنيا. فالراجل قعد يعمل حبه شويتين بتوعه وهو بيعملهم نطق كل حاجه من قدامه وقال لها قومي يا ست تمشي من هنا. قالت له ليه؟ قال لها جوزك بيصلي. هو في المكان اللي هو فيه بيصلي، انا ما اقدرش اعمل اي حاجه. من هنا ادرك اهميه الايه؟ التواجد في الحضره الالهيه المستمره. تفرق كتير معايا. الهموا قلوبكم بذكر الرب فتخف قتالات الاعداء عنكم. ابليس مش هيقدر يهوب ناحيتك. احمل ترسك واحمل درعك. الدرع عبارة عن قطعة معدنية تلبس على صدر الايه؟ الجندي. ليه؟ علشان تحميه من اي رمح جاي عليه. خليك جندي واحمل ايه؟ احمل درعك، احمي صدرك، احمي قلبك، احمي حياتك. القلب يشير الى الحياة. احنا حياتك بإيه؟ بدم يسوع. دم يسوع ابنه يطهر من كل خطية وهو يخليك محمي. قل له كده يا دم يسوع غطيني احميني. لما تستدعي دم يسوع عليك انت في حماية. انت في حمايه.
لما ابليس يجي لك باي فكر او اي سهم مصوب عليك قول له يا دم يسوع انت اللي تحميني. وهو الدم للايه؟ حمانا، حمى كل شخص فينا ورفع كل شخص فينا. يبقى النهارده لما تجي لك خطه زي دي امسك فيها، عشان ابليس لما يديلك مرحله الخوف تقدر تقف قدامه. يقول والرؤساء وراء كل بيت يهوذا، البنون على السور بنوا وحاملوا الاحمال حملوا، باليد الواحده يعملوا ايه؟ يعملون العمل وبالاخرى يمسكون الايه؟ كل واحد ماسك سلاح. يبقى النص شغال والنص التاني بيعمل ايه؟ ماسك الاسلحه. بس كمان اللي شغال حاطط السلاح معاه، يعني اللي بيبني برضه مستعد حاطط الايه؟ السيف. وده سيف صغير، يعني مش اداه كبيره تعطله عن البن، لا ده ماسك برضه السيف. يعني عاوز يقول لي ايه؟ وكان البنون يبنيون وسيف كل واحد مربوط على جنبه. ايه ده؟ كل واحد قاعد بيبني لكن في نفس الوقت صاحي مستعد لو حصل اي حاجه. اي حاجه ليه؟ لان هنا في النافخ بالبوق بجانبي، يعني واحد لما يضرب البوق ده اعلان للايه؟ للحرب، والكل يتجمع يكون جاهز. قد كده لما تيجي تبني حياتك الشخصيه هتلاقي حرب عليك. خلاص طبعا طبعا انت في ايد ابليس محمي. محمي مين؟ بابليس. بس اللي محمي بابليس زي مثلا بيقول متعب برضه متعب، لكن المحمي بيسوع غالب. عشان كده بنقول في التنميه غالب بيك انا غالب. مهما كانت الامور انا غالب بيه. بس خليك مستعد، خليك مستعد لكل لحظه. لو عينك على السماء، لو عينك على السماء هتستعد كل لحظه، لكن لو عينك على الظروف وعلى اللي حواليك وعلى الجهد اللي بتبذله عشان تجيب كل حاجه اللي ليك، انت نسيت نفسك، انت مش مستعد. استعد، استعد كل لحظة، انظر للسماء اللي ليك علشان تقدر كل شوية تكون واقف قدام الله وبتقول له يا رب أنا مستعد. كونوا مستعدين. دعوة الإيه؟ اليقظة. فقلت للعظماء والولاة ولبقية الشعب. مين اللي قال؟ محمد. نحن هو القائد اللي بيشجع انك تكمل. فقال كلام، الكلام اللي هيشجعك انك تكمل في العلاقة مع الله هو كلمات الكتاب. كلمات الكتاب، فتشجع واقرا باستمرار. فقلت للعظماء والولاة ولبقية الشعب: العمل كثير ومتسع ونحن متفرقون على السور وبعيدين بعضنا عن ايه؟ احنا بعاد عن بعض قوي. فالمكان الذي تسمعون منه صوت البوق هناك تجتمعون الينا. اول ما تسمعوا الصوت الكل يجي. الهنا يحارب. حلوه دي. الهنا يحارب عنا، دي رائعة. ليه؟ لو انت خايف وحاسس انك ضعيف صدق ان الله بيحارب عنك. لو انت حاسس ان الامور كلها اتطبقت قدامك
الله يحارب عنك. انت اللي تاخد لي حقي، انا مش هاخد انا حقي بدراعي، انت اللي تاخد لي حقي لانك انت اللي بتحارب عني. انا ليا حقوق كتير ومش قادر اخدها، مش قادر اخدها، بس فوق العالي عالي، والاعلى فوقهما. يقول الكتاب يلاحظ، هو شايف، هو عارف، هو بيحارب عنك. فكنا نحن نعمل العمل، وكان نصفهم يمسكون الرماح من طلوع الفجر الى ظهور النجوم. يعني من الصبح لبالليل قاعدين بيعملوا ايه؟ بيشتغلوا. ما ليهم حق يكملوا السور في 52 يوم، ليهم حق طالما بيشتغلوا من الصبح لغايه ايه؟ بالليل. يعني ما بيريحوش غير امتى؟ يعني وقت النوم تقريبا. يعني لما يجي النجوم يعني انا لو منهم وبشتغل من اول ما كده طول الوقت ده هروح، مش انا هروح، انا خلاص هنام على طول عشان تاني يوم اكمل والدايره تكمل. هنا الناس كانوا بيشتغلوا طول النهار، والسيد المسيح قالها اعمل اعمال ابي ما دام نهارا. طول ما في نهار اشتغل، طول ما فيك حياه كمل كمل كمل. فالله انا عاوز اقول لك ايه؟ عاوز اقول لك اوعى تتكاسل من فضلك. الدخول للملكوت يستاهل، لو انت تعبت على الارض يستاهل. أكمل المسيرة مهما كانت صعبة، أكمل المسيرة مهما كانت صعبة. وقلت في ذلك الوقت أيضا للشعب ليكن كل واحد مع غلامه في وسط أورشليم ليكون لنا حراسا في الليل وللعمل في النهار. يعني كل واحد بيشتغل، يعني ايه كل واحد مع غلامه؟ يعني كل واحد مع ايه؟ مع الصغير. يعني الكبير بيشتغل ولا ايه؟ الصغير بيشتغل، يقعدوا مع بعض، يكملوا اليوم مع بعض، ويحرسوا بعض. ولم اكن انا ولا اخوتي ولا غلماني ولا الحراس الذين ورائي نخلع ايه؟ ثيابنا. كان كل واحد يذهب بسلاحه الى، يعني حتى الذهاب الى الماء عشان يشرب كان لابد ان هو يكون حامل الايه؟ السلاح بتاعه. احمل سلاحك يا جندي، خليه قرب الصليب، لان بالصليب تغلب، بعلامة الصليب تغلب. احمل سلاحك، اشفره في وجه ابليس، حط سلاحك قدامك، حط سلاحك قدامك، أمامك الصليب امسكه في إيدك. إبليس لما يجي يحاربك وما يلاقيش الصليب في إيدك هيعرف يدخل لك. حطه معاك، حطه تحت دماغك، امسكه في إيدك وأنت نايم. قول لي ليه؟ أصل إبليس أحياناً بينتهز فرصة نومك ويبتدي يشتغل في دماغك بأفكار تزعجك وتقوم تفتكرها فيوقفك عن الإيه؟ المسيرة. امسك صليبك، كمل. علامة الصليب هي هزيمة لمين؟ لإبليس، وحماية لمين؟ ليك. كمل كمل، اوعى تسيب سلاحك من ايدك من فضلك عشان تقدر تدخل وتكمل الى الملكوت. ولإلهنا كل المجد والكرامة من الآن.